من أنت؟ أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة. نأتي إلى هذه الدنيا ونحن سواسية، لا نملك سوى الفطرة التي وهبنا الله إياها، لا نعلم شيء. نمتلك فطرة تساعدنا على الحياة، منها فطرة الرضاعة، فطرة البكاء عند الألم. فتجدنا عندما نخطئ نتعلم، فطرة التعلم. ثم في مرحلة متقدمة من عمرنا يصبح التعلم بالخطأ والصواب غير كاف، فنلجأ للتعلم بالقراءة. فتجدنا نذهب إلى الروضة، ثم المدرسة، ثم الجامعة، ثم ما بعد الجامعة. فتستمر سلسلة التعلم بالقراءة إلى أن يأخذ الله ما أعطى. لذلك لو تمعنت في القرآن الكريم تجد أن أول آية أنزلت كانت بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. دلالة واضحة على أهمية القراءة. لذلك أحببت اليوم أن ننظر من زاوية مختلفة لمفهوم القراءة، لأنك لو أحسنت القراءة أحسنت الحياة. هل تعلم أن أفضل وسيلة للحفظ والتعلم تكون من خلال النظر للشيء لا سماعه؟ وهذا الأمر جليل لدى الأطباء والعلماء. هو بسط لك الأمر، 5 9 5 7 1 1، سمعت الرقم، هل يمكنك تكراره لي؟ لا أعتقد ذلك. ولكن نفس الرقم لو قمت بعرضه الآن على الشاشة أمامك وقلت لك كرره، هل تستطيع؟ نعم أعتقد ذلك. وهذا إثبات سطحي بسيط لما أقول، مع أن الأمر أكثر تعقيدا. نريد أن نصل إلى أن القراءة بالعينين تجعلك تتعلم بشكل أسرع من أي وسيلة تعلم أخرى. طبعا أحدنا الآن قد يقول، يعني معقول تكون القراءة في الأنف؟ طبعا أخي الحبيب، قصدت العينين لأن هناك لدى المكفوفين عفاهم الله طريقة أخرى للقراءة تكون عبر اللمس. من خلال تجربتي في المطالعة وجدت أمورا كثيرة تغيرت في شخصيتي، تفكيري، كياني، جعلتني أنظر في عقول الكتاب. فقراءة كتاب بمثابة النظر والتجول في كينونة وعقلية كاتبه، نعم، فهو في كل حرف يخطه في كتابه ينحته من عقله ومن صميم فكره. عودت نفسي منذ قرابة 5 سنوات أن أنهي قراءة كتاب كل شهر، كتاب أنا اخترته، لم يفرض علي سواء من الجامعة أو المدرسة. ربما كتاب، ربما أعجبني عنوانه أو شكله، ربما سمعت عن كاتبه. في البداية كنت هكذا أقرأ لمن كان، فقط أريد أن أنهي كتابا. فكنت كلما قرأت كتابا شعرت بالسعادة، لذة أنني أنجزت شيئا لم ينجزه أبناء جيلي. ثم رويدا رويدا بدأت أدرك أنه لا يجوز أن تقرأ ما هب ودب، الأمر ليس عشوائيا، لأنه قد تختلط عليك العقول وتجد نفسك تائها في طيات أفكار الكتاب. وهذا الأمر كون لدي مناعة المنطق، فأصبحت كلما قرأت أمرا علمت جيده من سيئه وأخذت أفضله. فقد قيل، قل لي من صديقك أقول لك من أنت، وقيل وخير جليس في الزمان كتابه. فأصبحت أسأل الناس من حولي عن كتبهم المفضلة، أصدقائهم، ثم أقرأها فأعلم منها طينة ذلك الشخص وفكره والعقول التي يحب تجول داخلها، وعليه أقرر هل يناسبني مصادقته أم لا. فالكتاب صديق، بل وخير صديق. كلامي ربما بلاغي على بعضنا، ولكننا نتكلم عن القراءة. فالفكرة أحبتي في الله أنك تتمتع بنعمة البصر وتتمتع بنعمة القراءة والكتابة، فلم يبقى سوى أن تجمع بينهما بالمطالعة، فبذلك الخير العظيم. شاركني برأيك في مكان التعليقات حول أفضل كتاب قرأته، لنرى هل سنصبح أصدقاء أم لا. ودمتم في أمان الله.